جينا نكتشفوا هنا واحد الجيت ميساء هو يبان فوق، نشوف ان شاء الله واش فيه. هذا الطريق جينا نطلعوا باللوطو حصلت ما خدتش معاك عقبه جيت. وهذا قلب بيت ما عرفناش مباشرة لصق مع الجامع. كنت تبارك الله الدنيا مخدومة هنا. تحوسوا بعد هاد الجهة ما شاء الله الأمور قاد وتحس بالنقاوة نقية. تقدر تجلس هنا صالون. السلام عليكم. الله يحفظك. الله يحفظك. هذا نكتشفوا حتى هنا هذا. هذه البلاصة هذا المنطقة كي سميت هذا الدوار؟ الدوار بني بوعلة. بني بوعلة. دوار بني بوعلة. دوار بني بوعلة. من هنا بغيت تهود تخرج تصور كاين. عندنا العود هناك. وطلع كاين هناك الناس هناك من فوق. السطح. منطقة مريحة جدا جدا. روح. درنا شوية د الحرايج السي زكريا. تشدي فيه الخنشور. اون فاس من الشماشة. مزاحة تبارك الله عاد خضراء. مشماش بلدي. الله الله. وي في ما بغيت تقعد وي. العب تاع الاصفر. بين الشجر. كاع العاب القراقش الصغار. ديال الرسون زين. في ما مشيت تلقى الصناعة التقليدية. هذه ديال الرسون زين. شهيبة. الله. ما شفتها شاح عندها شاح كلشي بلدي وتقليدي هكا هكا يعجبني بلا انا كنقعد اخرى هنا نقعد نطعم في الكحف كاين اخرى انا عاود هادي مزيج بين العصري والتقليدي الى جلسنا هنا شوفوا هذا المنظر هكا التوتا وهذا المنظر رائع تبارك الله في نفس الوقت قاعد هنا وباغي نزيد نكتشف يعني تعطيك القناة انك تزيد تشوف اكثر الى جينا جلسنا هنا عاود الساعة عصرية مخدوم بالقبس القبس قلت كي خزم بالقصب الديكوار تاع الميدونة الكسكاس موش راوت في الارض جلسة على الارض بلدية زينة تبارك الله مختار فين تقعد هنا غادي ان شاء الله نقعد حدا هاد النافوره
لا تجلسوا وتسمع هاد خير المياه ترتاح. حتى فران بلدي بغيت طيب الخبز. عندي لسانة يا بو كرة تاع اللوح. صوصلت خير ما عندي اصبر شوف الله يحفظك. فطور تقليدي تبارك الله. هاد السيمانة راهم يجوا الناس شوية يوم الحد اليوم الخرج مع أول حد من رمضان أول حد من الأسبوع كاع كان نعس البلدية الزبدة خبز. القلبة كتمرة تقص ولا بده الصينيات قدام خصنا موس يا صاحبي كل شي بلدي احمد ما كاينش الموس هذا باك هو يسميه باك احسبوه 70 درهم هبدا هذا البلاصه يستاهل 70 درهم صافا القعدة اللي تستاهل لومبيونس في هاد القعدة بيت القعاد كيما يسميوها هو ومطلة على هاد المنظر هذا مسك اخويا محمد صورك تغير واه سولو سي محمد بالنسبه لكم هذه المنطقه بعدها ريسلان ياك بني بوالا بني بوالا تقريبا ريسلان ولا واه تفوغات دوك مثلا شي واحد بغى يجي لهنا واش من طريق يشدها يقدر يفوت تفوغات يقدر يفوت طريق بركان لا يطلع مع الجوال طريق ورطاس يطلع مع ورطاس اللي جا من بركان يطلع على طريق ورطاس واه بركان قريبه يعني اللي جا من وجده يفوت تلقى على طريق تافوغات تافوغات يخرج لهنا يجي يتخرج هنا ديريكت يدور على داك الجيت ديال واه ديال بني يعني يدخل الدوار بني بولا ما يمشيش يطلع من الدوار هاد الدوار باش يخرج بركان فوالا وشحال بعيد المنطقة على تافوغات هاي كاينه 20 كيلومتر على تافوغات تقريبا 20 واه 20 18 هاك شويه 20 18 يعني تقريبا جايبين تافوغات و تافوغات لهنا وبالرحيل لهنا اللي بدوار بني بولا يعني 20 وهاد المنطقة دوكا مثلا مين اللي تجي هنايا لهنا عندكم بني بوعلا واه الطوموبيل تقدر تخليها هنا برا تخلص لا لا كاين باركين حنا لقينا مشكل باش نطلعوا واحد العقبه في التالي هذه اللي هنايا هذه التصاوب هذه راه برا يديروا لك قدر ان شاء الله ان شاء الله يديروا لك قدر ان شاء الله يديروا لك قدر بالنسبه للناس اللي بغات اللي بغاو باركينغ غادي توصلوا حتى لهنا يلا توصل حتى لهنا اللي يقدر انا ماشي بقاش بزاف تريكلو هاد الشيء هذا تريكلو كامل تولي باركين هذه هاك يخدموا الجولدون هذه يطلعوا غادي يخدموا الجولدون حتى لهنا واه حتى لهنا راه برو راه برو والناس اللي بغات تبات هنايا واه يقدر يجيو هما ولادهم ولا يجيو اصحاب هكا واه اصحاب ولا واه اصحاب الروندوني اغلبيه يجيو عندكم شحال الطاقه الاستيعابيه شحال نقدر واحد يبات هنايا السلام عليكم خويا لاباس بخير تبارك الله يخويا الله يحفظكم بارك الله فيكم الله يحفظك 13 راه كاين جوج سكنات يعني مثلا هذه بيت وحده هذه بيت هذه يعني بلديه وبغاش نديرها كعرف ولا ماشي بلدي وهذه الارض تكون هذه داخله معها اللي داخله معها بحال جلسه هنا ها هي ومطلع على الطبيعه طبيعه منك كيما يقولوا منك الواد شوف تبارك الله كل شيء مخدوم ومحمد راه يقول لي باقي ما مخدومش انا بالنسبه لي هذا الشيء مخدوم مازال غادي نكملوا على شرف ما كان عاد تكون ان شاء الله مزيانه عاد دابا هذه بيت وكاين بيوت اخرى انا عاود كاينه هذه كوزينه معها هذه كوزينه بغيت تيب هنا بغيت القهوه ديالها راه كاين واحد الجهه ديال الشيء هذا التواليت مع هذا الدوش الدوش ديالها واه انا اصلا ما عرفتش كاع
كاين لابيسين من هاد الجهة. واه هاهي. هاهي. كاين بيسين. هو دخل مع الصيف غادي يتحكم إن شاء الله. إن شاء الله. حيت الشرقاع يكون ناضي. تبارك تسقيو به بهاد الوقيتة. وهذا كانت تنسقيو به مع المشتى كنسقيو به. بصح هذاك غادي يتخدم مع الدواء ديالو وكذا. لابد. تكون دواء واحد اللي نديروه هنا عاود البزاوز لابيسين صغير. شي واحد آخر. واه. ان شاء الله شويه شويه تبان الامور راه تخدم معاه هنايا باقي عاد تخدم هنا ان كاين وسائل ديال الترفيه كما نقولوا هذه باقي خدامين فيها ان شاء الله السيمانه الجايه تكون مكموله ان شاء الله السيمانه الجايه ان شاء الله حتى هنا منظر على الطبيعه كتشوف المنطقه كامله انا فاش عجبتوني تحافظوا على التقليد ديال المنطقه كل شيء تقليدي بلدي تقليدي تبارك الله البيض بلدي العسل الزبده كاع حاجه ديال المدينه كاع حنايا الله يعطيكم الصحه خويا محمد سواء مثلا اللي يجي بات هنا مثلا تكريو بالواحد ولا بالشومبرا ولا كيفاش كنكريو شومبرا كامله كومبلي كنكريوها مثلا بحال 6 الناس 5 الناس كنحسبوا لها 30,000 ومع الفطور ديال الصباح كراتويت داك الشيء بالزبده البلديه العسل البلدي البيض البلدي كل شي حاجه بلدي المهم الفطور ديال الصباح انا كراتويت وكاين الطواجن كنديرو هنايا عاود الشوال بغا يشوي اللي بغا عاود يتغدى هنا واه اللي بغا يتغدى الفطور ديال الصباح فطور الصباح هنا فطرنا واحد الفطور تبارك الله واه لا لا كل شيء انا عجبني بزاف كل شيء بلدي اشياء بحال مثلا اللي بغا الحرشه 78 درهم تبرعنا الصراحه كلينا وشاط الخير حافظوا نتوما على الطبيعه هذا فاش عجبتوني عاود اكثر نوارها كاع انواع النباتات هنايا تبارك الماء موجود ولا كاين واحد هنا كاين عيون كاين شاطو هنايا كنجيبو به الماء الماء يجيكم يعني من برا لا واحد انا مدرس انا قريب للدوار يعني الماء كاين الحمد لله الماء كاين كاين بلاصه تاع البزاوز لهيه كاين قعدت هذيك شفناها صورناها هو كاين الضو انا فاش عجبني فاش عجبني الحال ما كاينش الريزو الريزو عاد شد كاين ولا تشد هنا ينوي ينوي تشد ينوي اورونج ولكن مزيان ما يكونش هذيك الريزو ترتاح لا ترتاح خصو يجي يريح مخو 16 قعدت راسك مع التليفون 16 راسك ينوي ولكن ينوي تشد لا ينوي مزيان ينوي اورونج ايوا انا سيدي محمد انتم تحافظوا على التقليد هذا متحف محلي كلشي نحاس كلشي نحاس كلشي نحاس ديروا الكوليكسيون ديال الحوايج ديال النحاس ياك البراند الصواري المينو تاع هو شو المينوت هايا صاحب المينوت ها البوليان سان جوردا طوكي والكي تبارك الله الله يحفظك منطقه هنا عاود لتحت كان اللي يبغي هاد المسائل هذا يخرج منه شي واحد ولا يخرج والو شبيك لك شبيك لبيك الضو موجود لا الضو موجود لا الضو موجود الضو والمعيني الوحده ما دايرش الحساب ديالها لا لا ما طرش الحساب ديالها هنايا كاع تبات هنايا خلي اللوطو ما كانش ما تهزناش لا والله ما حكيتش هاد المنطقة إدارية اللي متابعة متابعة جامعة تافوغات جامعة تافوغات واه كاع الدوار تشوفهم كامل تابعين تافوغات والقبيلة قبيلة بنيوين ولا بنيتي ولا كي ولا انتوما إلا كنت عارف بنيعم الشيء واه بنيعم الشيء بنيتي المهم شوف هذاك الدوار كاملين باش حنا الدوار كاملين تشوفهم بحال الشعلة كتسمع لنا الشعلة دوار يعني كاملة كتجمعوا حنا في عند الجهة هنا كتجمعوا كيقولوا دوار بني بوعلي يعني قام كيجمعوا بحال هاد الدوار مثلا هو الدوار الكبير ديالهم واخا صغير يعني هذا هو اللي كتحكي فيه فهاد الجوا يعني قام كيقول لك بحال ما يضرش يقول لك شي واحد مشي يعني بحال وكان واخا كان الجعله كان بلي واش كانت كانت كيقول لك دوار بني بوعلا يعني بحال هذيك الجهه هي الجهه كامله يعني دوار بني بوعلا كتسمى يعني دوار بني بوعلا البلاصه سميتها كيت ميسا كيت ميسا كيت ميسا جيت ميسا واه جيت ميسا جيت ميسا حنا في الخريطه ما لقيناهاش في جوجل ولكن خصنا نزيدوها في لازم نعرف الخريطه ديالنا جيت ولا ما تلقيت درنا واحد الصوره باش الناس تعرفها وان شاء الله الناس تزيد تعرفها اكثر في هذه سميتها بني بويعلا ياك واه الدوار سميتها بني بويعلا واه وبالشلحه كيقولوا له الشلحه
قولوا له اثوليو. 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 مرحبا بكم. في اجواء معروفه. ليس ناس معروفه. اثوليو ترحب بكم. سي بوراس بينا كيف الخارج ولا؟ لا لا. ضربنا واحد شوية ديال لابيس ما كاملاش كيلومتر ودخلنا الطريق المدرعي باش ندخل لهاد الجيت كيلقى البلاكا هنا كاين لابيس ندخل معها الطريق هي هادي هادي تاع تافوغالت وهذا اتجاه تينيسان